مدينة أريحا مدينة قديمة موغلة في القدم، يعود تاريخها إلى قرون قبل الميلاد. مرت عليها كثير من خيول العرب وشهدت الكثير من المعارك. فتحت على يد عمرو بن العاص في الفتح الإسلامي، كان لها حظوة ومكانة عند جيرانها، فقد قيل عنها أنها من أنزه بلاد الله، وزارها ياقوت الحموي وكتب فيها مقالات وأشعار. كتب فيها ابنها الشاعر أحمد الجسري أشعار ومقالات ما زالت تردد إلى اليوم على ألسنة أبنائها. مدينة أريحة من حيث الموقع هي مدينة محصورة ما بين جبل الأربعين الشامخ من الجنوب وأوتوستراد اللاذقية حلب من الشمال. هذا ما جعلها في مع انطلاقة الثورة السورية جعلها محط أطماع للنظام، حيث أنه بهذا الإطلالة لجبل الأربعين على طول خط الأوتوستراد وقرى شمال إدلب يستطيع أن يرتكب المجازر ويستطيع أن تكون له مركز رصد واستطلاع يرصد منها تحركات المدنيين في أي مكان. وقد كان لها نصيب كبير من القصف والدمار بسبب مكانتها، حيث أنه منذ انطلاق الأيام الأولى للثورة بادر النظام الأسد إلى حشد قواته في مدينة أريحة قبل مدينة جسر الشغور، وخيضت فيها وأجريت فيها الكثير من المعارك إلى أن تم تحريرها. والدمار الحاصل في مدينة أريحة وجبل الأربعين شاهد على ضراوة المعارك التي خاضها الثوار لتحرير مدينة أريحة من عصابات الأسد. بعد التهجير الأخير لمدينة أريحة وعودة الأهالي، بات العالم يعرف أن الشعب السوري هو شعب بناء، فعادت الحياة تدريجيا إلى مدينة أريحة. ساهم المجلس المحلي بإدارته الجديدة باستجلاب المنظمات والقيام بمشاريع من شأنها تحسين سبل العيش في المدينة، حيث تم ترميم السوق الرئيسي في مدينة أريحة بالكامل ورصفه وتركيب أسقف تقي برد مطر الشتاء وحر الصيف. تم إنارة شوارع مدينة أريحة في الكامل. تم تعبيد كافة الطرقات المؤدية إلى مدينة أريحة من خارج أريحة باتجاه القرى المجاورة. أجريت خدمات كبيرة. في النهاية وصل التوتر الكهربائي إلى مدينة أريحة. مدينة أريحة مزدهرة أولا في أبنائها وثانيا بهمة عمالها وهمة شبابها ونشطائها. ما نراه الآن من تغيير يبعث في النفس الأمل على الحياة والمضي قدما فيما بدأناه منذ 10 سنوات، آملين أن تزدهر السورية كلها كما ازدهرت مدينة أريحة خلال هذا العام. تمنياتي لأهل أريحة بدوام الصحة والعافية، بمزيد من الازدهار، بالتفاعل مع المجلس المحلي والنشطاء الذين يعملون لخدمتها ليل نهار، تقدير جهودهم، وإن شاء الله نكون مثال محتذى يحتذى به في باقي المناطق.